شنو ناخذ مع اللي باش نصبح شويه وهذا الموضوع كله وليت باغي نفيد المشكل وليت باغي نفيد عايم شويه نمشي يكون في صفهم يمشي ليا كل شيء انا ثلاث سنين وين كنتجرى معاهم ما عنديش كنتجرى معاهم باش ليهم كنتجرى فلوسهم بالله لا لا سولي بولي انا حيت ما بقيتش كتشوفي انت حتى وجهي بقى كان لي هذا المشكل ما تفكرش سولي كيفاش ممكن يمكن تكذبني على هذه القضيه قسما بالله بلاش نهائيا عمزي انا كنعيش لها هدام كنحاول مالكيش نقول شكولي معايا عمزي كنعيش لها هدام الالي اليوم انا كنت نسير عشي دابا جاية من اللي هديك وسير وسولهم. السلام عليكم، انا كوتر من مدينة المحمدية. كانت رادية واحد المشكل هنا في 2017 في واحد المصحة بالعالية، مشيت نولد عندهم حيت فايتة والدة عندهم، الولادة الثانية مشيت نولد، طرا لي واحد المشكل عندهم من لحقاش خلاو لي الكتيبه وخلاو لي واحد السيده ما خداماش عندهم وبنت مولات المحل تعلموا فيا وداكشي. المهم المشكل ديال فين غيوصل، هما غيزوني خطر للسبيطار لواحد الكلينيك بالمحمديه. الكلينيك الحاجه الوحيده اللي يقدر يدير ويعتقني من الموت وهي حيد لي الوالده ديالي. فعلا داكشي اللي طرا حيد لي الوالده، عيط على راجلي سنى لي وداكشي، قال لي السيده في حاله الموت يا اما تسني ليا على الوالده الحيده ورا السيده غتموت. راجلي بداك الخلعه مسكين سنا حيدوا ليا الوالده. من بعد انا كيحسبني هاد الناس مشكل عارفين وطرا عندهم، حيت جايبي ليا مراه من الزنقه وجايبي ليا الكتيبه كتولد فيا وبنتها وداكشي. قلت ربما راه غيتبعوني واخا يديروا غير واحد يجيو يخلصوا الكلينيك ولا يديروا شي حاجه معايا والو. منين عرفوا شنو عندي ان الطبيب حيد ليا الوالده نساوني، ما بقاوش كيعيطوا ما هربوا ما بقاوش كيجيو عندي. حتى كنتفاجئ نهار الرابع بغيت نحط بنتي في الحاله المدنيه، لا كارت ناسيونال ديالي وديال راجلي بقاو عندها في الدار اللي حيت هي عندها غير دار كتولد فيها. حتى كنتفاجئ بان راها لا كارطات شادهم ليا. علاش شاده ليا لا كارطات؟ على ود الخلاص. انا مخلياني خلصت 1,600,000 ديال الطبيب، 7,000 درهم ديال الدواء والتحاليل والدم اللي شراو ليا. عاد هي باقا باغا 60,000 ريال، قالت لك تعطيني 60,000 ريال عاد نعطيك لي كارت ناسيونال. انا ما تقبلتهاش حيت كنت مخبعه الخبر على دارنا وداكشي، ما بغيتش نقول لهم راه شنو طرا ليا. بقيت كنبكي كنغوت، عيطت لها في التليفون قلت لها جوج دقائق غنعطيك، يا اما غنصيفطك مرت خويا اختي، يا اما غتعطيهم لي كارت ناسيونال ديالي، يا اما غادي نجي مع البوليس والصحافه. كاوش انت دايره فيا مشكل كبير ومازال كتسني الفلوس. خطا طبي، هما ما بغاوش يعترفوا به خطا طبي نهائيا. حيت المشكل اللي عندي خلاو لي انا منين ولدت جابوا لي مرا من الزنقه اللي غتخيطني. انا ولدتني الكاتبه، هي اللي ولدتني، ومرا جايه من الزنقه كانت خدامه غير في سبيطار الحومه في القصبه كتعطي الدواء. حتى كنتفاجئ بها هي اللي غتخيط لي وهي اللي غتحيد لي ما عرفت شنو الخوات. سور بلاس بدات كتنقي كتخيط، ما نقاتني ما قلبت واش باقي عندي شي حاجه، خلات لي الطريف الداخل هو اللي دار لي المشكل. هذا لي ايموغاجي من السلاروب فاش خيطات لي وانا كنزف حتى 12 لاروب الليل، حيت التقرير اللي عطاني الدكتور فيه الساعة مع 12 الليل ودقيقة. أنا كنزف عندهم وما عرفوش شناهي داك الإيموراجي، الكاتبة ما عرفهاش شناهي، كتبدل ليا كل دقيقة وما عرفتش الإيموراجي راها فيا. أنا المشكل في المحكمة، عندي معاهم دعوة في المحكمة، خرجوا لي الخبرة الأولى خرجتها لي المحكمة، درتها في كازا ب70,000 ريال خرجت في صالحي، داروا لي الطعن، خرجوا لي خبرة في الرباط. مشيت انا الرباط على اساس الرباط زعما انا راني غنكون بخير من جهه دوك الناس، راه الرباط ما غايديرش معايا شي حاجه. حتى كنتفاجئ داك الخبير اللي في الرباط تصوري ما بغاش يشوف لي لا تقرير الخبره الاول، ما بغاش يشوف لي التقرير ديال الدكتور اللي دار لي العمليه، ما بغاش يشوف لي الاوراق كاملين. جا دار تقرير ديالو بحال شي واحد جالس حداه وكيملي عليه. ملي كيخرج التقرير كنتفاجئوا في المحكمه خرج ضدي وفيه واحد جوج ديال الاغلاط. راه دابا نعطيك وتشوفيه في الوراق، دار واحد جوج اغلاط اللي كيبينوا على ان هذا السيد راه ما قراش حتى وثيقه. يعني انا عطيته واحد وثيقه غلط ديال طبيبه العين ديالي في الشيخ زايد في الرباط، بنى عليها التقرير، هي غير بناجه وكاتب في التقرير على ان هذا السيد ما كانش كتبع الحمل ديالها غير عند هاد الناس اللي هي داعيه، مرا كتبعوا حتى عند الدكتوره فلان فلانيه في الرباط. اقسم بالله العلي العظيم دار واحد النتيجه اللي ما بغاش اصلا واحد التقرير ما قلبنيش عليه، كون غير قلبني ما غيبنيش داك التقرير.
حيت انا مخيطه. هما كيقولوا انا ما مخيطاش حيت المراه اللي جابوها عشوائيه من الزنقه ما يمكنش يقولوا راه كانت، وما يقولوش انا راه مخيطه حيت المراه ماشي قانونيه اللي عندهم، يعني غيدردوا الخياطه باش مي. والطبيب الاول بين انني مخيطه، والخياطه ماشي شي خياطه ديال شي وحده اللي في الدومين، هذا اللي في الرباط خرجها. ما نقولش لك انني كنوزن كل الطول مزيان عندي، كنوزن البوا ديالي الكيلو عندي مزيان، كل شيء فيا مزيان. يعني هاد الناس كتب عليهم في التقرير قال لهم هاد الناس داروا معاه غير المزيان، حيت هما شادين محامي من ضمن داك المحاميين خاله واحد فيهم بحال اللي جالسين عليه وكيف يملي عليهم وكيملي عليه هو كيكتب. وفي المحكمه حنا باقيين في المحكمه، خرجوا لك الاولى، خرجوا لي الخبره الثانيه، الثالثه خرجوها تحيدات لهم الخبره ديالهم 90 180000، انا نخلص 90 وهما 90. فعلا خلص سنة 90 واخا ما عنديش، خلصوا عليا الناس الله يخلف عليهم، خلصوا عليا الخبره، درت خلصت الصندوق. ما بين الخلاص والخبره خاصها تكون اسبوع حتى 20 يوم كاع الا كثرنا، هادو راه بقات شهرين مع 3 شهور المحكمه ما بلغتهمش، ما كيعيطوش على الخبراء باش نمشي ندير الخبره. تماطل عين بين، يعني كيتماطلوا وداك الناس اصلا اللي عندي معاهم المشكل اشنو باغين من هادشي كامل، باغين غير الوقت يبدا يضيع. وهاد الناس ما غيرش يدخلوا راسهم انهم راه قتلوا لي ولادي في دقه واحده، راه حيدوا لي والدتي، راه الوالده ربح لي قتلوا لي ولادي. ما عرف انا باغا نولد 5، باغا نولد 6، باغا نولد 10، انا امي والده 16 تبارك الله، امي والده 16، انا ما غنولدش 16، ولكن انا نقدر بغيت نزيد على بنتي، بغيت نزيد ولد، بغيت نزيد بنت. هما ما واخدينش القضيه هذه، كيقول صافي حيدوا لها والدتها، راه منا المخزن والمخزن في صفنا. انا هاد الناس هما كيديروا هادشي بالعاني، كيتماطلوا في الوقت وداكشي، انا بغيت حقي. جات اصلا جات مع هاد كورونا وداكشي، ما بقى كيبان لي بحال المشكل ديالي سد بالنسبه ليهم، هما راه مزيانه ولكن بالنسبه لي انا راه كنعاني بزاف. انا اللي كنطلب، اللي كنطلب من سيدنا ومشي مسؤول كبير اللي كتكون عنده شي سلطه اكثر منهم كاملين، يدخل ليا في الملف ديالي. الحمد لله لقيت كاينين الناس كيدخلوا ليا داكشي، ولكن انا كل ما زدت الناس كثر وشي مسؤول تكون عنده مسؤوليه اكثر مزيانه. انا هادشي اللي كنطالب من سيدنا، لحقاش كنت وكنظن انا اي حاجه كيتابعها واي حاجه كيشوفها، وكندعي من الله قبل من اي واحد، كندعيهم لسيدي ربي وما غنسمحش لهم، ما غنسمح لهم لا الدنيا لا الاخره. هادشي اللي غنقول. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.